عليكم وعليكم احبائي واعزائي في هذه الحلقه الجديده من برنامج علي طريق القدس علي طريق القدس الفقره الاولي من كل حلقه في هذا البرنامج الذي يبث علي قناه اي نيوز الفضائيه على طريق القدس. العراق مظلوم والعراق يحمل العبء الاكبر. في اصعب الظروف اصعب المهام تولاها العراق. لماذا نقول هذا الكلام؟ لانه منذ اليوم الاول للحرب التي شنت على غزه شعبا ومقاومه واستهدفت فلسطين وعبرها الامه نهضت المقاومه الاسلاميه في العراق لتحمل المسؤوليه وقالت انها لن تقف على الحياد ولن تكتفي بالتظاهرات ولن تكتفي بالتعبير السياسي فهي جزء من محور المقاومه جزء اصيل ومكون محوري وسوف تتحمل المسؤوليه بهذا الحجم وعلى هذا المستوى وحددت المقاومه الاسلاميه في العراق لنفسها الهدف الاصعب وهو الحاق الاذى بالقواعد الامريكيه المنتشره بين العراق وسوريا لان الامريكيه شريك كامل في هذه الحرب بل هو ابو الحرب وام الحرب واذا لم يتالم الامريكي يصعب القول ان امكانيه فرض وقف الحرب تملك قدرا كافيا من الواقعيه هذه اصعب المهام لكن في اصعب الظروف لان العراق تحت الاحتلال حتى لو سمي وجود القوات الامريكيه بانه وجود ضمن اطار اتفاق مع الحكومه فهي اتفاق الاكراه لان الجميع يعلم ان تنظيم داعش الارهابي الذي تحت ذريعه قتاله جاء الامريكي الى العراق واضطرت الحكومه العراقيه للتعاون معه تحت هذا العنوان هو صنيعه امريكيه يعني هو صنع داعش وهو جاء تحت ذريعه مقاتله داعش وتذكروا ان باراك اوباما الرئيس الامريكي انذاك خرج ليبشرنا أن عشر سنوات على الأقل هي المدة التي نحتاجها لقتال داعش وكانت الخطة هي هذه قتال داعش تحت شعار استحالة الانتصار عليها ليبقى داعش ويبقى الأمريكي بذريعة قتاله نهضت الأمة نهض الشعب العراقي نهضت المقاومة في العراق خرجت المرجعية بفتواها التاريخية تأسس الحشد الشعبي جاءت إمكانات المقاومة دعمت إيران تحرك المقاومون العراقيون وبدات المواجهه وبدات الانتصارات وعندما كان للامريكي فرصه التعطيل وضع عنوانا عرقلت الحشد الشعبي من امكانيه تحقيق الانتصارات فاذا الوجود الامريكي في العراق هو احد اهداف ايجاد داعش وعلى كل حال تناوب الديمقراطيون والجمهوريون في اتهامات متبادله في الحديث من صنع داعش اذا وجود الاكراه هو احتلال وعندما تجد الحكومه نفسها مضطره لقبول هذه الصيغه من الصيغ المقنعه للاحتلال فان مهمه المقاومه تصبح اصعب واعقد كيف وان في داخل العراق شرائح ممثله في مجلس النواب ولها صوت سياسي عال ولها حضور في الفسيفساء العراقيه له خصوصيه يعني العراق مكون من مكونات لا يمكن العبث بخليطها بنسيجها بدون مسؤولية وبالتالي الموقف من الاحتلال العراقي من الاحتلال الأمريكي للعراق ليس واحدا وبالتالي مقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق هي مهمة صعبة في ظروف صعبة ورغم ذلك تحملت المقاومة مسؤوليتها وأكثر من مئتي وثلاثمائة عملية استهدفت القواعد الأمريكية واعترف بها الامريكي ولحق به الاذى واصيبت صوره ردعه وتشوهت امكانيه الحديث عن صفاء في العلاقه العراقيه الامريكيه وبات استحقاق الانسحاب داهما. العراقيون لم يتوحدوا وراء المقاومه لكن كان هناك نصاب شعبي وسياسي كافي لحمايه اداء المقاومه حتى تمكنت الحكومه بصوتها الواضح الذي دوى في القمه العربيه وفي اروقه الجامعه في نصره غزه نصره فلسطين وفي مطالبه القوات الامريكيه بالانسحاب نجحت الحكومه بالحصول تحت ضغط المقامه على موافقه امريكيه على التفاوض من اجل الانسحاب زادت الظروف تعقيدا لم تتخلى المقامه عن مسؤوليتها ولم تضع الفرص الوطنيه الكبرى فقررت تعليق عملياتها على القوات الامريكيه افساح المجال امام الحكومه لانجاز مفاوضات تنتهي بالمهمه الوطنيه المحدده وهي انسحاب قوات الاحتلال، لكن الذهاب الى مهمه اخرى تفرضها المسؤوليه وهي المهمه الاصعب مره اخرى العمق الاسرائيلي، عمق كيان الاحتلال، استهدافه بالمسيرات، بالصواريخ، بالامكانيات المتاحه، برفع مستوى التحدي لان أن يألم الاحتلال حيث يمكن للالم أن يفرض قرارا هي المهمة التي اتخذتها المقاومة العراقية على عاتقها فذهبت صواريخها ومسيراتها نحو حيفا نحو محطات الكهرباء قبل أيام محطة توليد كهرباء في تل أبيب قبلها بأيام مجمع الطائرات المسيرة قاعدة جوية لإطلاق الطائرات المسيرة قبلها بأيام حرائق في ميناء تل أبيب قبلها بأيام استهداف ميناء أسدود أخذت المقاومة العراقية مرة أخرى المهمة الصعبة وهذه المهمة الصعبة في ظروف صعبة لأن الإجماع مرة أخرى في ظروف العراق الخاصة وفي تعبه ومراراته التي عمرها يقارب العشرين سنة ويزيد ليس سهلا أن تحصل على النصاب اللازم لحماية مواصلة هذه المهمة الآن اليمن اخذ على عاتقه مرحله اسمها طريق المحيط الهندي الى راس الرجاء الصالح لو لم تتوقف الحرب وهذا احتمال قائم الا يكون هذا الضغط كافيا وكفيلا بايصال الامريكي والاسرائيلي الى اللحظه التي يقولون فيها كفى ويقبلون فيها بشروط المقاومه ما هي المهمه اللاحقه المهمه اللاحقه حددتها المقاومه الاسلاميه في العراق انها سوف تغلق البحر المتوسط والموانئ الاسرائيليه على المتوسط لتمنع عن كيان الاحتلال كل امكانيه تجاره، ان تحكم الحصار عليه كما يحكم الحصار عليه من الشرق سيحكم الحصار عليه من الغرب. هذا ليس غدا وليس بعد غد، ربما بعد اسابيع، لكن هذه هي المهمه الاصعب والاعقد وهذا يعني اننا عندما نتحدث عن دور محور المقاومه، نحن معنيون. كما نقول ان المقاومه اليمنيه تشرفنا جميعا وان افعالها التي تقوم بها ترفع رؤوسنا وكما نقول ان المقاومه في لبنان المقاومه الاسلاميه التي يمثلها حزب الله تنجز المستحيل وتخلق توازن رعب بل تتفوق استراتيجيا بان تجعل التهجير من فلسطين المحتله مساله ضاغطه بحجم مساله الاسره على القياده الصهيونيه وعلى القياده الامريكيه لكن ايضا كما نقول ان الشعب والمقاومه في غزه معجزه استثنائيه في الصمود في البطوله في التحمل في التمسك بالثوابت والخيارات بذات المنطق وبذات الروحيه وبذات العاطفه علينا جميعا أن ننصف المقاومة الإسلامية في العراق، وأن نقول إن هذه المقاومة أخذت على عاتقها أصعب المهام في أصعب الظروف، وبقيت في الظل، لم تطلب لنفسها جزاء وشكورا، لكن مسؤوليتنا نحن الذين نتابع، ونحن الذين نرى أن ننصف، وأن نقول للشعب العراقي: إن ما تفعله المقاومة في العراق يرفع رؤوس العراقيين، يسمح للعراقيين أن يتميزوا عن سائر العرب. الذين يشعرون بخزي لان حكوماتهم تخاذلت، لان حكوماتهم لم تقم بما عليها، وهنا لا اتحدث عن حكومات التطبيع ولا اتحدث عن الحكومات التي بينها وبين الكيان وامريكا حبل سري. اتحدث عن الحكومات الوطنيه التي تتخذ مواقف الى جانب فلسطين في السياسه، في الاعلام، في المنابر الدوليه، لكن من يشارك هو العراق. لذلك يشعر العراقيون ويجب ان يشعر العراقيون بان مقاومتهم منحتهم الشعور بالفقر، منحتهم الشعور بالكرامه، منحتهم راحه الضمير ان يناموا ليلهم ولا يشعرون بعقده ذنب، ماذا فعلنا لاجل غزه؟ نرى مشاهد الاطفال والنساء والجياع والتشرد نشعر بوجع ضميري عندما تكون منتميا لمقاومه تقاتل أنت لا تشعر بوجع الضمير، بوركت المقاومة العراقية لأنها حملت المهمة الأصعب في الظرف الأصعب. نقاط على الحروف. في الحروب هناك جنرال سري. يشكل انحيازه لأحد الفريقين علامة فارقة في تقرير مصير الحرب. هذا الجنرال ينظر إليه الكثيرون بعناوين متعدده هو الجنرال وقت الجنرال وقت في لحظه التوازن السلبي بين خصمين يملك كل منهما اسباب قوه متفاوته ومختلفه عن اسباب قوه الاخر كالحال الان تماما بين محور المقاومه وبين الحلف الامريكي الاسرائيلي. يتفوق الحلف الامريكي الاسرائيلي بالمال يتفوق بالمعدات العسكريه يتفوق بالعديد الذي يمكن زجه في ساحات القتال لكن يتفوق محور المقاومه بالعمق الاستراتيجي الجغرافي يتفوق بالروح المعنويه القتاليه الاستعداد للتضحيه وتحمل بذل الدماء يتفوق بجبهه داخليه محيطه بكل قوه من قوى المقاومه في ساحتها وجبهتها كاف لا اقول اجماع اقول نصاب كاف من المؤيدين ومن المناصرين الذين يقفون وراء المقاومة يقدمون أبناءهم مستعدون للتضحية أكثر فأكثر بما يكفي لحماية واستمرارية وديمومة هذه المقاومة هذا في غزة وهذا في اليمن وهذا في لبنان وهذا في سوريا وهذا في العراق بل وفي إيران أيضا وبالتالي نستطيع أن نعدد الكثير من عناصر القوة المتفاوتة هم يتفوقون بشيء ونحن نتفوق بشيء آخر ظنوا مثلا أنهم يتفوقون على مستوى الراي العام، بيدهم الاعلام، بيدهم التلفزيونات الفضائيه الكبرى العربيه والاجنبيه، بيدهم الصحافه العالميه، بيدهم الرؤساء الذين يصرحون كذبا وزورا وينقلون الروايه الاسرائيليه، لكن فجاه تمكن الشباب الفلسطيني ثم الشباب العربي ثم شباب محور المقاومه وصباياه طبعا بالذين لم يبلغوا العشرين بعد، يتقنون اللغات الاجنبيه، يتقنون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فصنعوا ثوره اعلاميه، حركت الشارع العالمي ونقلته من ضفه الى ضفه، وفرضت في حرب الروايه نصرا فلسطينيا بائنا، فاذا ثمه مساحات ومجالات من المواجهه تحقق فيها توازن. ثمة مجالات تفوق فيها محور المقاومة، وثمة مجالات لا يزال بيد الحلف الامريكي الاسرائيلي عناصر قوة فيها، الذي يحسم مصير الحرب في هذه الحالة ليس الحديث هنا عن الصبر، الصبر هو شيء اخر، الصبر هو سلاح في القدرة على تحمل المعاناة، في القدرة على بذل التضحيات، هو واحدة من ادوات صناعة التوازن، لكن عندما تحقق التوازن، يعني انت استخدمت الصبر وزججت به في المعركه فتحقق التوازن لانه هو احد الاسلحه هنا يدخل الجنرال وقت كعامل تثقيل وترجيح السؤال هو لمصلحه من يعمل الجنرال وقت؟ لدينا الان ثلاثه منصات من التباري وفي هذه المنصات لا يملك الاسرائيلي والامريكي القدره على التعامل مع الجنرال وقت وتملك المقاومه وقوى المقاومه ومحور المقاومة القدرة على التعامل مع الجنرال وقت. ما هي هذه المنصات وما هي حكايتها؟ عندما قرر الامريكي والاسرائيلي في الثامن من اكتوبر تشرين الاول بدأ الحرب، بنوا حساباتهم على معادلات. المعادلة الاولى هي ان النصر في غزة في حرب برية محقق في الجيب، شرط ان تتقبل اسرائيل دفع الكلفة البشرية. الذي جرى هو ان اسرائيل تحملت الكلفه البشريه لكن النصر لم يتحقق. الركن الثاني لقرار الحرب كان ان ايدينا تسيطر على وسائل صناعه الراي العام وبالتالي سنستطيع ان نشتري وقتا طويلا لارتكاب المجازر والاباده والقتل حتى نضغط على اعصاب صناع القرار في محور المقاومه فيرفع رايه الاستسلام. هذا لم ينفع ايضا لان الراي العام العالمي انفجر غاضبا بقوه الذي تحدثنا عنه من تحول في مسار استخدام الاعلام. العامل الثالث الذي بني عليه قرار الحرب هو ان الامريكي قوه ضاربه عالميه وقوه ردع استثنائيه سيتكفل بمنع جبهات الاسناد ولن يسمح بان تكون هناك جبهه غير جبهه غزه، جاءت الحاملات ورافقتها التهديدات. شق محور المقاومة عصى الطاعة على المشيئة الامريكية وتحداها وقال سنفتح جبهاتنا وسنطلق نارنا وانتم ستكونون جزءا من اهدافنا واذا تدخلت حاملاتكم فاننا اعددنا لها عدتها. ونجح محور المقاومة في ان يكسر عامل الردع الامريكي. وبالتالي سقطت رهانات الحرب ودخل الامريكي في التوازن اي في حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف يربحها من يقاتل معه الجنرال وقت الآن لم يبقى للحرب إلا ثلاثة منصات منصة غزة أولا لا مشكلة فيها في مسألة الوقت الإسرائيلي كلما مضى مزيد من الوقت فإنه يخسر المزيد من جنوده وكلما قتل المزيد من الأطفال والنساء فإنه يخسر المزيد في الرأي العام العالمي آخر استطلاعات الرأي المجرات في غزة تقول إن سبعين بالمئة من المشردين الذين يتعرضون للقتل يوميا، اذا سقط الجدار بينهم وبين سيناء لن يذهبوا، لن يخرجوا، سيتقبلون الاستشهاد. هذه المنصه الاسرائيلي فيها لا يتحمل الوقت. الفلسطيني يتحمل الوقت، والمقاومه تملك رجالا وسلاحا وذخائر بكل انواع الحاجه للقتال الميداني ما يكفيها لسنوات وليس لشهور. الاسرائيلي ليس معه وقت. المنصه الثانيه لبنان. في منصه لبنان المهجرون من المستوطنين قوه ضاغطه على قياده الكيان يسخفون كل ما يتحدث به اركاباته يجعلون من رئيس الحكومه ووزير الحرب وسواهم موضع طرف للتداول، انتم تتحدثون عن منطقه امنيه ستقيمونها في الجنوب؟ لقد اقام حزب الله منطقه امنيه في الشمال. هم يقولون إسرائيل ونحن نقول فلسطين عامل الوقت هنا لصالح المقامة وليس لصالح إسرائيل لكن المشكلة الكبرى والطامة الكبرى أمامهم هي في البحر الأحمر في اليم... مع اليمن حيث اليمن شهران وهم يقصفون ويضربون ويستهدفون واليمن صامد ويستمر بل يرفع السقوف ويذهب أبعد مدى انتقل من البحر الاحمر الى المحيط الهندي في استهدافاته، وبالامس قائد انصار الله السيد عبد الملك الحوثي يقول: انتظروا المزيد من المفاجات، وهذا يعني ان معادله اليمن التي تاكل ماء وجه امريكا، ماذا سيقول الرئيس بايدن للراي العام الامريكي؟ ان الدوله النوويه العظمى اليمن لا يمكن لنا خوض حرب معها؟ حله الوحيد هو اختصار الوقت، الجنرال وقت هنا يضغط في هذه المنصات الثلاثة لصالح وقف العدوان على غزة لصالح وقف الحرب لصالح محور المقاومة وهنا هذا كله أين يسيل؟ هذا كله يسيل في الوقت الذي يقترب داهما نحو الانتخابات الأمريكية الرئاسية والرأي العام بالأمس اجتمع قادة التمويل صانعو حملات تمويل حملة بايدن وقالوا له وبينهم كبار المتمولين اليهود ما لم توقف الحرب على غزه خلال اقرب وقت ممكن فان فوزك في الانتخابات شبه مستحيل. هذا يعني ان الجنرال وقت الذي احسن محور المقاومه استخدامه بات يفعل فعله وهو بات شريكا وطرفا وركنا الى جانب محور المقاومه. ما وراء الخبر؟ الخبر هو أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يجول المنطقة ويبشر بأن هناك مشروع قرار لوقف النار قدمته واشنطن أمام مجلس الأمن الدولي ويتحدث عن صيغة غير منسجمة مع الأهداف الأصلية التي أعلنها الأمريكي للحرب والشروط الأصلية التي وضعها لوقف الحرب الآن يتحدث عن ثنائية وقف الحرب وإطلاق الأسرة في القبل كان هناك هدف نسمعه كل يوم اسمه القضاء على حماس القضاء على المقامة لم يكتفي بأنه سحبه من التداول بل بدأ يتحدث عن أنه لا يعني بد من التعاطي مع حماس وبدلا من الإفراج عن الأسرى الذين يسمونهم هم رهائن بالقوة الآن عن طريق تبادل وليس فقط عن طريق التفاوض لأنه يمكن أن يكون التفاوض مثلا أسرى مقابل مساعدات مقابل انسحاب لكن تبادل أسرى هذا يعني استجابة علنيه فاضحه لصالح ما قالته المقاومه من اليوم الاول لعمليه طوفان الاقصى. ما الذي يجري؟ الذي يجري هو ان الامريكي ادرك عميقا ان الحرب انتهت وانها انتهت بفشل ذريع وان هذا الفشل يحتاج الى احتواء كي لا يصبح هزيمه متدحرجه اذا وقعت الهزيمه الاسرائيليه فالهزيمه الامريكيه حكميه. سواء كان نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال أم سواه هنا المسألة لا شخصنة فيها هي مسألة المصالح العليا للكيانات والدول سقوط إسرائيل سقوط أمريكا في المنطقة لذلك يجب ما يسمى بالهبوط الآمن أي الحقول دون أن تصطدم طائرتهم بأرض المطار فتنفجر وبالتالي يجب هزيمة مقنعة كيف يمكن صناعة الهزيمة المقنعة؟ هلا نتنياهو طبعا يناور يداور يستصعب القبول يحاول ان يعلي السقوف لكن القضيه ليست بيدهم، الامريكيون لا يرغبون ان يجبروا اي اسرائيلي على القبول بشروط المقاومه، لكن يريدون تعليب الهزيمه الان بصيغه لا تبدو فيها هزيمه من خلال ثلاثه ركائز، هذا هو ما وراء الخبر. الاول تعديل اهداف الحرب اي تعديل مفهوم النصر. إذا كان النصر مفهومه في البداية أن علينا أن نقضي على حماس بدل القضاء على حماس نبدأ بالحديث عن شيء آخر أن لا تتمكن حماس من العودة إلى 7 أكتوبر ثاني وقد سمعنا هذه المفردة هذه الجملة على لسان جون كيربي الناطق بلسان الأمن القومي الأمريكي ثلاث أو أربع مرات وهو يقول حماس فكرة ولا يمكن القضاء على الفكرة بالحرب القضية هي أن لا تكون حماس قادرة على الذهاب مرة أخرى إلى 7 أكتوبر ثاني وهنا بإمكان الإسرائيلي الاستنتاج طبعا وليس كلام جون كيربي خلص كلامه هنا بإمكان الإسرائيلي أن يقول الذي يجري الآن وبعد الذي جرى في الحرب بدأ خمس سنين وعشر سنين حماس لا تقدر تعمل 7 أكتوبر آخر فالهدف الذي وضع للحرب والتعريف الذي وضع للنصر لم يتحقق، تعالوا نصنع هدفا اخر نقنع به الراي العام الاسرائيلي وندعي ان النصر تحقق بتحقيقه. ثانيا قلنا تحرير الرهائن او الاسرى بالقوه، نشيل بالقوه ونخلي المبدا تحرير بالتفاوض بالتبادل اذا استعدنا الاسرى وقلنا ان حماس لن تستطيع الذهاب الى 7 اكتوبر ثاني فاننا نقول تحقق النصر، اذا لم تصدق الناس تحقق النصر نجادل. في تحقيق النصر لكن لا احد يستطيع ان يقول ان هذه هزيمه او نستطيع ان نرد على كل من يقول ان هذه هزيمه فاذا الان الامريكي يحاول النزول عن الشجره تعديل اهداف الحرب تعديل تعريف النصر كي يتفادى الاعتراف بالهزيمه لانه ما عدا ممكنا لا وقف جبهه البحر الاحمر التي تاكل من ماء وجه الامريكي ولا وقف جبهه لبنان التي تتحدى الوجود الاستراتيجي لكيان الاحتلال ولا وقف استهدافات المقاومه العراقيه الا بوقف الحرب على غزه، ومهر وقف الحرب على غزه مهين ومذل، لذلك يجب التصالح معه من خلال النزول عن الشجره، تعديل تعريف النصر، تعديل اهداف الحرب. هذا يجب تغليفه وتغليفه بمعادله سياسيه كبرى تشغل العقول. فهنا قدم الأمريكي معادلة جديدة حل الدولتين مقابل التطبيع مع السعودية وهو يقول للحكومة الإسرائيلية وللقيادات في الكيان أنتم تستطيعون أن تبيعوا الرأي العام إنجازا بحجم التطبيع مع السعودية بأنه قضية تغلف وتسقط كل ما يمكن أن يؤخذ عليكم من تنازلات أنتم قدمتم أثمانا نعم لكن من أجل ماذا؟ من أجل التطبيع مع السعودية هذا هدف عظيم وبالتالي اذهبوا الى القول نقبل حل الدولتين ونذهب الى مفاوضات طويله ويعني تمتد سنوات وتصل او لا تصل الى اهداف. يرد نتنياهو لكن السعوديه لن تاتي الى التطبيع الا بالتوازي والتزامن خطوه بخطوه مع عمليه بناء الدوله الفلسطينيه وبالتالي بناء دوله فلسطينيه يطرح مساله المستوطنات، يطرح مساله القدس، من يستطيع في اسرائيل ان يتخلى عن الاستيطان؟ من يستطيع في اسرائيل ان يسلم بالقدس الشرقيه خارج اطار سيطره الكيان؟ معضلات كبرى، من يستطيع ان يذهب الى مفاوضات لا يكون الخروج من الجولان ومزارع شبعه جزءا منها. الامريكي يمارس التذاكي والاسرائيلي يمارس المكابره والانكار، نحن في قلب لحظه قد تصل الى هدنه لكن هذا لا يعني بالضروره انها نهايه هذه الحرب حتى لو تم النص على اننا نخرج من الحرب لقد فتحت الحرب لكن اقفالها لم يعد بيد من فتحها سلام القدس لكم وعليكم